بعد مجمع إعانة في محافظة الأنبار، افتتح وزير الإعمار السيد بنجين ريكاني مجمع الدبون السكني في محافظة واسط، الذي يهدف لتوفير دور سكنية واطئة الكلفة، ونفذ بإشراف دائرة الإسكان التابعة لوزارة الإعمار. مشروع هذا مجمع سكني الدبوني 255 وحدة سكنية، مشروع نسبيا صغير لكن هو يكفي لمستوى ناحية. تم بناء بطريقة جديدة، يعني محاولة أنه نخلي الناس تتوالم مع هذا النمط من البناء بنوع من الألفة أكثر من المجمعات البقية. آلية التوزيع يخضع إلى القرارات اللي متخذها المجلس الوطني للإسكان، يوزع على الفئات المجتمعية. أكو عدة فئات مجتمعية مشمولة به، المواطنين، الموظفين، حتى من غير الموظفين، الشهداء والجرحى والقوات الأمنية. أكو نسب محددها صندوق أو مجلس الوطني للإسكان، راح يتم التوزيع بموجب هذا الأساس. الشركة المنفذة للمشروع، احنا دائما عندنا بالعراق قائمة سوداء وعندنا مشكلة بالمشاريع المتلكئة. هذا المشروع من المشاريع اللي نفذتها الشركة قبل المدة الإنجاز، قبل الوقت المحدد للإنجاز، ولذلك احنا الآن حتى نفكر نسوي قائمة بيضاء إلى جانب القائمة السوداء. المقاولين اللي يشتغلون وينجزون المشاريع بالمواصفة التعاقدية وبالمدة أو قبل المدة ندخلهم قائمة بيضاء ونفضلهم على البقية في منحهم المقاولات في المرحلة القادمة، حتى نشجع الزينين مثل ما نعاقب المزينين. المشروع يتكون من 255 دارا سكنية بنوعين، الأول بواقع 155 دارا بمساحة 130 مترا مربعا، والثاني بواقع 100 دار بمساحة 119 مترا مربعا، ويضم مدرسة ابتدائية وسوقا تجاريا ومبنى إداري، فضلا عن أعمال الموقع الخارجية من السياج والشوارع والأرصفة ومماش ومواقف للسيارات وأعمال الساحات وتنظيم الحدائق والتشجير.